ضيف فقرتنا برضو في ريمونتادا الكابتن مجدي عبد الغني اللي مع اي انتقاد ليه بيتجه لفكره لجان الكترونيه. الحقيقه كنا هنتكلم في فتره من الفترات عن الكابتن مجدي عبد الغني، ولكن بعد قرار ايقافه من قناه 10 قلنا خلاص الراجل ارتجل، واحنا من عادتنا هنا كفرسان اننا ما نقدرش نتكلم عن حد مش هيقدر يكون ليه صوت، لكن هو حاليا احد الضيوف على احد القنوات الفضائيه مش ليه صوت بيجلد بالظبط، وبيتكلم بشكل قوي جدا عن فكره النادي الاهلي وان هو لم يسيء لاشخاص او لم يسيء لكيان بيسيء لاشخاص، وهو مش قادر يفهم حتى المفهوم اللي واصل عند جماهير النادي الاهلي ان اشخاص بتمثل الكيان الاعتداء عليها هو اعتداء على الكيان. لكن كمان ان الكابتن مجدي يقول انا ما غلطتش وعندنا فيديو واضح جدا غلط فيه، لا يبقى هنا لازم نقف ولازم نستعرض كلام الكابتن مجدي عبد الغني وهو بنفسه يبقى يحكم على نفسه. طبعا الكابتن مجدي عبد الغني لاعب كبير وتاريخ كبير ومحدش بيقلل من تاريخك، لكن عطائك للنادي لما بيتوقف اسمح لي رصيدك عند الجمهور بينفذ. نطلع نشوف الكابتن مجدي عبد الغني وهو بيسيء لرموز النادي الاهلي ونرجع نعقب. ده بقى مكانك واخد بالك، واللي انت عايزه كله يتعمل، واللي ولادات الاصل ما عملوش احنا نعمله عيب. احنا بص يا حسام، انت دلوقتي موجود في مكانك وموجود في المكان اللي انت هتؤمر بيه. بعد ما تخلص كوره احنا نأهلك تبقى مدرب عالمي. بعد عمر طويل اسمع، بعد ما تخلص نأهلك تبقى مدرب عالمي، نبعتك تاخد دراسات في اي حته في العالم زي ما انت عايز. فانت بس حط بطنك بطيئة، لان انت اديت لمصر واديت لكره القدم واديت للنادي الاهلي اللي هو له فضل علينا كلنا. أنا مش هقدر أعيد الكلام اللي قاله الكابتن مجدي عبد الغني لأن أنا شايف إن ده تجاوز واضح جدا، تجاوز أنا نفسي ما أقدرش أكرره مرة تانية، لكن الكابتن مجدي عبد الغني لما يجهله لا نحاول فكرناه بيه ووريناه إزاي تجاوز في رموز للنادي الأهلي تمثل كيان النادي الأهلي يا فارس. بص يا أسامة، زي ما قلنا كل الأشخاص بتخطئ، حتى الإدارة أكيد ما فيش إدارة بتعمل كل حاجة مثالية، ولكن هو أنت بجد غرضك إن أنت فعلا تصلح حاجة؟ غرضك إنك تنصح؟ ولا هل في غرض تاني خالص؟ وده اللي واضح، احنا مش هنسيء واحنا مش هنتجاوز ومش هنتعامل معاك باسلوبك يا كابتن مجدي لان احنا مش كده ومش هنعرف نعمل ده، ولكن اللي انت بتعمله واللي انت بتعمله في حق فعلا النادي الاهلي والله العظيم ما له علاقه بانتماء للنادي الاهلي ولا خوف على النادي الاهلي، ده له علاقه بحد بيصفي حسابات شخصيه، وليه حد مستحيل يا كابتن تكون بتحب النادي الاهلي وبتعمل كده. ليه؟ ببساطه انت بتتكلم في الراجل هنعمل معاك اللي الناس تجاوزت في حقهم ما عملوهوش. طب تعالى نشوف لما اداره النادي الاهلي قعدت وقالت لحسام عاشور هتخرج من الباب الكبير نتيجه ان في راي فني واحنا اداره محترفه، هيتعمل لك مهرجان اعتزال، هيتجاب لك فريق عالمي تلعب معاه، هتكمل، عايز اعلام هتعمل، عايز تكمل في الجهاز الفني هتكمل، عايز تتاهل وتشتغل في الاداره التسويقيه هتشتغل، كل ده النادي الاهلي قاله، اللي انت بتقول ان هم ما عملوهوش. طب تعالى نشوف انت نفسك، هو كابتن مجدي عبد الغني نفسه كان رايه في اللي النادي الاهلي ده هيعمله ايه، ونرجع مش نعقب، نرجع نكشف النوايا، نشوف الفيديو. وقت الظروف كان في لو في ظروف معينه ما يعملش مباراه اعتزال مثلا لحسام عاشور مثلا اللي وعده بحاجه، ما يتعملش ولا حسام عاشور ممكن ما يتعملوش ماتش، وانا ليه احط نفسي انا اديله ليه ماتش اعتزال طالما اديته ملايين وهو بيلعب معايا؟ اعمل له ليه ماتش اعتزال انا يعني انا ابقى على رقبتي سيف ليه اعمل له ماتش اعتزال؟ مش فاهم انا. ما انا النهارده ده بقت الكوره عرض وطلب، انت واخد بالك؟ اللعيب ده لعب عندي وخد قيمة ما لعب عندي. خد القيمة. أعمل له أنا ماتش، أعمل له ماتش، أعمل له ده موضوع بقى تاني بقى، في حد بيحبه زيادة، حد عايز يعمل له حاجة، جه مجلس إدارة عايز يكرمه مثلا كرمز، موضوع تاني خالص، ما يبقاش سيف على رقبتي وأقعد أكتبه. ما أنت خلاص يا حسام عاشور خدت مقابل اللي أنت لعبت بيه، ليه هتعملوا له حاجة؟ ليه هتدوا له حاجة زيادة؟ هو ده كان تفكير كابتن مجدي اللي قال له احنا هنعمل لك اللي غيرنا ما عملوش. يا كابتن مجدي اقعد اتفرج على ده، ولو في واحد في مصر
يقول ان احنا بنهاجمك بلا داعي ومش بنهاجم ارائك اللي كلها هدفها الهدم، والله العظيم يا كابتن مجدي انت اللي بتضيع تاريخك مش اي حد، انت اكتر عدو لنفسك باللي بتعمله ده. والكابتن مجدي اعتقد الصوره واضحه للمشاهدين، واعتقد احنا ما بنخرجش عن النص، واعتقد يا كابتن مجدي لو انت شايف بالفعل ان جماهير النادي الاهلي اللي بتنتقدك هي جماهير او لجان الكترونيه، انت بتتكلم عن انك دخلت انتخابات النادي الاهلي، وحتى دي قلت كمان انا حصلت على 3000 صوت وتقريبا هم اللي بيحضروا. يا كابتن مجدي الانتخابات اللي حضرتك دخلت فيها انت كنت الثالث، وال 3000 صوت انت 2886 تقريبا صوت من اصل حوالي 18000 صوت. فهل كمان الجمعيه العموميه عباره عن لجان الكترونيه يا كابتن مجدي؟ اعتقد الرساله واضحه جدا للمشاهد، واعتقد نقفل باب الكابتن مجدي، لكن رساله مهمه جدا للبعض. البعض اللي تحدث عن وصول اتوبيس النادي الاهلي باساءه، النادي الاهلي ارقى بكتير وعندنا منافسه مهمه جدا في افريقيا، لكن احنا مش ناسيين وهنرد في الوقت المناسب، لان ما ينفعش يتم التجاوز في حق النادي الاهلي حتى لو انت بتجامل اللي انت مختلف معاه. نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر. سلام.